اوكي يا جماعة، لو سهلا فيكم اليوم نعمل انبوكسنج للكورسير الار ام سيريز ار ام 850. بنحكي عن النسخة اللي هي 80 جولد بلس فول موديلار، يعني ممكن تركب وتحل الكوابل كيف بدك في اللون الابيض الحلو على اساس يتناسب مع التجميعة اللي بدنا نعملها. هات نشوف الاول شو العلبة من برا. طبعا هاي هي العلبة، هيك في عندنا هون زي ما احنا شايفين الكوابل اللي بتيجي فيها. طبعا اوكي، زي ما انتم شايفين عندنا الوصلات كلياتها هون. 0 ار بي ام مود في اللحظة اللي انت طبعا ما بتستعمل الجهاز هون او ما في ضغط على الباور سبلاي، راح يشتغل على ال 0 ار بي ام. القطع عليها 10 سنوات كفالة، 10 ييرز كفالة، يعني انه قديش متأكدين عندهم من القطع هاي. صراحة كورسير عندها موضوع الكفالة شيء فيش فيه مزح، بالذات بالباور سبلاي. الباور سبلاي كوزن مش خفيف ابدا، جدا جدا ثقيل. فهات نفتح العلبة ونشوف الباور سبلاي نفسه. بسم الله، مكتوب هنا باور بلاي. حلو، فهات نفتح احنا الباور سبلاي، نعمل له انبوكسينج. بسم الله، واو واو واو، حلو، كله باللون الابيض، كثير حلو. زي ما انتم شايفين هاي الكوابل عندنا هون، زي ما احنا شايفين طلع محل الكوابل مرتبهن، مبين عليهن جودة عالية. رح نرجع للكوابل احنا شوي، بس بالاول بدنا نشوف الباور سبلاي نفسه. بسم الله، اول شيء الباور سبلاي ثقيل مش خفيف. اوكي، فهات نطلع الباور سبلاي هون ونقيم هاي الاشياء اللي حواليه. بسم الله، زي ما احنا شايفين انه هون كل القطع هاي موجودة هون. اوكي، هات نفتح الباور سبلاي. بسم الله، واو واو واو، جدا رائع. يعني قد ما هو حلو فيش حاجة تخفيه، يعني في باور سبلايز بتكون شكلها مش كثير حلو، بس هذا الباور سبلاي صراحة يستحق انه يعني يظهر، يستحق انه يظهر. زي ما احنا شايفين المذر بورد عندنا هنا، البي سي اي والسي بي يو، الساتا. اوكي، فنفس الشيء الساتا، بي سي اي، سي بي يو، مكتوب عليه هون ديزاين فور يوز وذ جينيون كورسير تايب 4 كابل سيتس اونلي. هذا هو جدا رائع زي ما احنا شايفين هون. هات نقيم هاي، رائع جدا. اوكي، يعني جدا جدا رائع. اللوحة فنية صراحة، يعني لوحة فنية زي ما حكينا هنا ار ام 850 نسخة الجولد. نحكي عن يعني باور سبلاي جدا جدا رائع، جدا ثقيل وجدا ممتاز. فهذا هو الباور سبلاي يا جماعة، يستحق، شكله حلو، عليه كثير وصلات زي ما حكينا فول موديلر، يعني راح يناسبكم لكل شيء. فهذا هو، عملنا له هيك على السريع انبوكسينج. اوكي، خلونا نكمل احنا هون مع الكوابل ونشوف شو الكوابل الموجودة مع الباور سبلاي. نيجي هون، هاي هي الكوابل الموجودة معنا. طبعا هات نفتح ونشوف شو موجود عندنا. بسم الله، في عنا هون وصلة ال PCI Express. هات نقرب الإضاءة شوي، هيك وصلة ال PCI Express زي ما احنا شايفين، جودة رائعة. وصلة PCI Express نفس الشي هون، جدا جدا ممتاز. في عنا هون وصلات للساتا جدا رائعة، بتاخذ هون طبعا بور سبلاي. في عنا 1 2 3 4 وصلات ساتا هون. هذا الجهاز راح يشبعك ساتا. هاي وصلت، شو هاي وصلت، ايش هاي، هاي وصلت السي بي يو كهرباء الثمانية، هي السي بي يو 8 بن، روعة جدا. كمان وصلت بي سي اي اكسبريس نفس الشيء، حلو. يعني كمية كوابل رهيبة وصلات ساتا. باختصار، وعندك هنا طبعا وصلات المولكس اللي بيستعملها، انا شخصيا مش كثير بستعمل مولكس ولكن موجود. وصلت ال 24 بن، وعندنا هون التايب 4. واو، جدا جدا رهيب صراحة، يعني بيعطي كهرباء وزيادة لأي شيء بدك إياه. نفس الشيء هون عندنا السي بي يو، راح يعطي كهرباء وزيادة. قديش في وصلات كهرباء للسي بي يو، يعني إنه هون وصلات ساتا، كمان وصلات ساتا. وهذا هو، هيك بنكون احنا خلصنا كل الكوابل اللي بتيجي مع هذا الجهاز او هذا الباور سبلاي.